الكلاب الضالة جدلا متجددا في مصر، وسؤال يتمحور حول أن نقتلها أم نحميها، لأن هذه الظاهرة، ظاهرة انتشار كلاب الشوارع، ازدادت في الأونة الأخيرة، والمصريون منقسمون حول التعامل معها بين الرحمة أو القسوة التي تصل إلى تسميمها أحيانا. ولأن مصر تشهد حاليا أكثر من 400 ألف عضة كلب سنويا، اقترحت نقابة البيطريين خطة لحصر الكلاب الضالة في المحافظات المصرية، ولكن ما الذي تتضمنه هذه الخطة؟ تؤكد الخطة على ضرورة إجراء عملية حصر سريعة ودقيقة لأعداد الكلاب الضالة في الشوارع بمساعدة المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وكذلك المجتمع المدني، بعد تعدد يعني انتشار وقائع تعدي الكلاب الضالة على المواطنين. انتقادات يومية تواجهها روزينا من بعض جيرانها بسبب إطعامها للكلاب الضالة. فقاتلوا هذه المنطقة السكنية يشتكون من وجودها في الشوارع وما تسببه من إزعاج. بقوم ألاقي في كلاب في الشارع مرمية وقطط مرمية مسمومين، فطبعا دي بتبقى حاجة مش صح، حرام يعني. وربنا زي ما بقول خلق الأرض دي كلنا بنقعد عليها، بني آدمين والقطط والكلاب وكل الكائنات، فإنك أنت تتخلص منها بالمنظر ده حرام. في استجابة للنداءات والشكاوى من تزايد الكلاب في هذه المنطقة، أرسلت جمعية الرفق بالحيوان يحيى صائد الكلاب، حيث يقوم بجمعها لإخضاعها إلى عمليات تطعيم أو تعقيم بعد تغييرها بطريقة آمنة. نحن نجي نديها جرعة مخدر معينة عن طريق دكتور بيطري، نخدرها لو كانت كلبة طيبة ممكن بالأكل نجيبها من غير تخدير، لو الكلبة بتجري نديها مهدئ بسيط نحطها في العربية ونوديها مقر الجمعية تعمل عملية تعقيم وتطعيم. تقول الحكومة المصرية إن مشكلة الكلاب الضالة باتت تمثل خطرا كبيرا على أمن وصحة المواطنين، خصوصا بعد انتشارها في الشوارع. فبحسب تقديرات غير رسمية فقد تجاوزت أعدادها في مصر 15 مليون. أرقام يثار الجدل حول دقتها، ما دفع نقابة الأطباء البيطريين إلى وضع خطة تستهدف حصر الكلاب الضالة والعمل على تقليل مخاطرها. قضاء يجي بأكثر من طريقة، والمهم جدا معرفة ما هي أماكن التواجد بشكل جديد بتبقى فين، وده اللي أبدأ بيه بحيث إن أنا أشوف أكبر أماكن متجمعة وأقدر أقضي عليها بشكل منظم، ثم أبدأ أشوف المناطق المتفرقة بعد كده. وبعد أن كانت الطريقة الرسمية في مكافحة انتشار هذه الحيوانات الضالة عن طريق قتلها بالسم أو باستخدام الخرطوش، عدلت الحكومة من أسلوبها واتجهت إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وفق استراتيجية تستهدف وضع نهاية للوفيات البشرية الناجمة عن داء الكلب. في استيراد الحيوانات ويتم التعامل معها بشكل أو بآخر بعيداً عن استخدام أي وسيلة من وسائل القتل. وكمان احنا بنعمل برامج التحصين والتطعيم اللي بنقدمها، ويمكن في تنسيق وتواصل حتى ان احنا نبدا نوفر التطعيم الفموي لمرض السعار. لابد ان المواطن نفسه يكون واعي عدم المحافظه على البيئه بشكل او باخر، قد يكون عامل من عوامل زياده اعداد الكلاب الضاله وتغيير شكل البيئه اللي المفروض تكون موجوده عليها. التوعية المجتمعية عن كيفية الوقاية من المرض وما يجب فعله عند التعرض للعقرب جانب آخر لا يقل أهمية يستدعي